هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام، جمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي وحساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. نسعد بكم في دقائق يعني نعرض لمجموعة من قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الذي التأم اليوم في اجتماع مطول جدا بمقر النادي التاريخي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وهو الاجتماع الأول في العام الجديد. هذا الاجتماع تم بحث فيه العديد من الموضوعات، في المقدمة منها ما يتعلق بشركة الأهلي لكرة القدم. الحقيقة أنه المجلس اعتمد اليوم بعد استعراض الرؤية المقدمة من المهندس عدلي القيعي رئيس الشركة وعضوي الشركة عضوي المجلس المهندس خالد عبد القادر والأستاذ أحمد حسام عوض، الحقيقة اعتمد المسؤوليات والاختصاصات الخاصة بالشركة وبمهامها ومسؤولياتها خلال الفترة القادمة، اللي هيكون من أهمها مسؤولية الشركة عن توفير مصادر تمويل لاستمرار الأهلي في المنافسات الخاصة بكرة القدم، وليبقى اسم الأهلي عاليا خفاقا كما كان. حضراتكم عارفين هذه أصبحت صناعة، مصاريف ضخمة تحتاج إلى يعني مصادر تمويل متنوعة للاستمرار في حصد البطولات. ايضا من اهم هذه المسؤوليات والاختصاصات انه على الشركه اتخاذ ما يلزم بشان العقود التجاريه والتسويقيه، وده هيتم بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب بصفته اولا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وبصفته ثانيا المفوض من مجلس الاداره بالاشراف على كل شؤون كره القدم. المجلس استعرض الهيكل التنظيمي للشركه اللي تقدم به مجلس الاداره برئاسه المهندس عدلي القيعي، حيث وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على نقل الزملاء أمير توفيق، مريان ديمتري، أحمد الطوخي، حنان الزيني للعمل في الهيكل الذي تم اعتماده. أيضا المجلس مجلس إدارة النادي رخص للشركة ومجلس إدارتها باتخاذ ما يلزم نحو استخدام العلامات التجارية التي قام النادي بتسجيلها بمكتب العلامات التجارية مؤخرا، والترخيص في استثمارها في كافة الأمور التسويقية والاستثمارية. على الشركة أيضا إعداد ومتابعة كل الأمور المتعلقة بكرة القدم من تاريخ موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو اليوم الخميس 26 يناير. كل هذه الاختصاصات ستبدأ الشركة في ممارستها وفي العمل عليها اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي اللي تم اليوم 26 يناير 2023. كمان سيتم تنفيذ مشروع التحول الرقمي لكرة القدم في إطار العقود التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة النادي. هذه جملة قرارات، مش قرار واحد الحقيقة، يتعلق بشركة الأهلي لكرة القدم، للهيكل الإداري والتنظيمي، للرؤية اللي عرضها مجلس إدارة الشركة على مجلس إدارة النادي وتمت الموافقة عليها وصدور هذه القرارات اللي تحدثنا بشأنها. القرار الثاني النهارده هو طبعا المجلس بالاجماع يعني طلب من الكابتن محمود الخطيب ان يترأس بعثه الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي التي تغادر الى المغرب في غضون يعني 48 ساعه ان شاء الله للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه للمره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي في شهر فبراير المقبل. كل الامنيات الطيبه للنادي ولفريقه الاول لكره القدم بتحقيق مركز متقدم وأداء يليق باسم وعظمة وتاريخ النادي الأهلي ومشاركاته أيضا المتعددة قبل ذلك. الحقيقة من القرارات المهمة والأخيرة هو اعتماد التجديد لمعظم قيادات وإدارات النادي. ربما نتوقف فقط أمام مديري الفروع اللي تم يعني التجديد ليهم والاستمرار في أداء مهامهم وممارساتهم لخدمة أعضاء النادي الأهلي وخدمة الكيان. أستاذ خالد مرسي مديرا للنادي الأهلي بالجزيرة المقر، العميد محمود حزين مديرا لأهلي مدينة نصر، العميد أحمد النحاس مديرا لأهلي القاهرة الجديدة، وتعيين العميد ناصر أبو زيد مديرا لأهلي الشيخ زايد. كل الأمنيات الطيبة للزملاء بالتوفيق وباستمرار النجاح إن شاء الله والسداد لكيان النادي الأهلي الكبير. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ودامت مصر المظلة الكبرى ودام النادي الأهلي في المقدمة.